معكم المعلم نغم عبود من مدرسة نصير شورى، نقدم درسا من دروس العلوم للصف الثالث. نتعرف على تلاميذ معنا، تفضلي. أنا نايا الحلاق. وأنا محمد قدمان. أهلا. وأنا عمران الحامضة. وأنا مرح الحسن. وأنا منى محمدي. أحسنتي، أهلا وسهلا بكم. سأطرح عليكم اليوم لغزا شيقا لنفكر به جيدا. أنا شيء أدخل من الفم ليتم تقطيعي ثم دخولي إلى الجسم، من أنا؟ لنفكر به، من أنا؟ تفضل. اللقمة. اللقمة، أحسنت، اللقمة. كيف عرفت أنها اللقمة؟ لأنها تدخل من الفم وتقطعها. أحسنت، لأنها تدخل من الفم ويتم تقطيعها بواسطة الأسنان. لنرى صديقنا ماذا ترى في الصورة؟ هل إنه يفكر بأكل التفاح؟ يفكر، الطفل يفكر بأكل هذه التفاحة. أيضا الطفل يفكر بتناول التفاحة. تناول التفاحة. لنرى الصورة الأخرى. ايضا ماذا يفكر هنا مراح؟ يفكر برحله اللقمه. برحله اللقمه، او كيف؟ تفضلي. ما الرحله التي ستسلكها اللقمه؟ احسنتي. كمان مين بيقول لي بماذا يفكر؟ يفكر بكيف تدخل اللقمه الى الجسم. احسنتي. حسنا، اذا ما عنوان درسنا لهذا اليوم؟ رحلة اللقمة. رحلة اللقمة. إذا من أين تبدأ اللقمة رحلتها؟ من أين تبدأ اللقمة رحلتها؟ من الأسنان. من الأسنان. أين تبدأ أيضا؟ من الفم. من الفم، أحسنت. تبدأ رحلتها من الفم، ثم يتم تقطيعها بواسطة الأسنان. ليش بنقطع على اللقمة؟ لماذا نقطعها؟ تسهيل لبنها. لتسهيل بلعه. هل نستطيع أن نأكل لقمة بدون تقطيع؟ هل نستطيع أكل اللقمة بدون تقطيع؟ لا. لا نستطيع، لا تدخل، لأن تدخل بدون تقطيع، أما عند تقطيعها إلى قطع صغيرة يسهل بلعها. إذا يتم تقطيعها بواسطة الأسنان. السن، لنرى السن، من ماذا يتألف السن؟ انظروا إلى الصورة. تمعنوا، ماذا يتألف السن؟ نايا؟ جذر السن وتاج السن. جذر السن وتاج السن. ماذا يشبه جذر السن؟ تفضل. النبات. النبات، كيف يشبه النبات؟ يشبه جذر النبات. أحسنتي، جذر السن يشبه جذر النبات بوظيفة واحدة. جذر النبات ماذا يفعل؟ بتثبيت النبات. وجذر السن؟ تثبيت السن. بماذا؟ باللثة. باللثة. وجذر النبات بماذا يثبته؟ بالأرض. بالأرض، يقوم بتثبيت جذر النبات في الأرض. طيب، نقوم الآن بتجربة صغيرة لنتعرف على المرحلة الثانية للقمة. تفضلي. تفضل. لنأخذ قطعة من البسكويت. تفضلي. تفضلي نايا. اعطيني الكأس.
لنضع احد القطع البسكويت في الماء. لنضع احد، ايوه احسنتي، اخرجها. ماذا حدث لقطعة البسكويت؟ ماذا لاحظتم؟ تفضلي مراح. اصبحت رطبة. اصبحت رطب. ماذا حدث لقطعة البسكويت يا احمد محمد؟ اصبحت رطبة. غير؟ اصبحت رطبة مبللة. مبللة، اصبحت مبللة. القطعة الاخرى ضعوها في فمكم. ماذا حدث لها؟ تفضلي منى. حدثت رطبها باللعاب. اصبحت رطبة من خلال اللعاب. ماذا حدث لقطعة البسكويت في فمك؟ اصبحت رطبة بسبب اللعاب. احسنتي. اصبحت رطبة لان الغدد اللعابية قامت بافراز اللعاب. احسنتي. اذا هناك غدد لعابية مسؤولة عن افراز اللعاب الذي يقوم بترطيب الطعام، بترطيب هذه اللقمة، بترطيب اللقمة. حسنا، إذا ماذا حدث لقطعة البسكويت في كأس الماء؟ أصبحت هشة ورطبة، وفي الفم أصبحت مبللة بواسطة اللعاب. إذا من المسؤول عن إفراز اللعاب؟ الغدد اللعابية عن ماذا مسؤولة؟ عن إفراز اللعاب حتى يتم مضغها، ترطيب اللقمة، ومضغها لتسهيل بلعها. أحسنتي. بعد انتهاء اللقمة من الفم إلى أين تنتقل؟ إلى البلعوم، ثم إلى المريء الذي يصل بين البلعوم والمعدة. انظروا معي إلى اللوحة، إلى الصورة، انظروا، هل تشاهدون كيف تنتقل عن طريق السهم؟ شايفين؟ البلعوم، المريء، المعدة. هلا إلى هنا تنتهي رحلة لقمتنا في مرحلتها الأولى. الآن من سنلعب لعبة صغيرة، الكرسي الساخن. من يجلس على الكرسي الساخن؟ من يريد أن يجلس على الكرسي الساخن؟ تفضل بمكانك، وأنت بمكانك. تفضل اسألي أسئلة. منى، ما درتنا لليوم؟ أحسنت. تفضل اسألي. ما أقسام السن؟ جزء المتاج السن. من أين تبدأ رحلة اللقمة؟ إلى الفم. أحسنت. ما وظيفة اللعاب؟ تطهير الطعام. أحسنتم. هل فهمنا درسنا لهذا اليوم؟ نعم. هل فهمنا؟ نعم. انتهى درسنا. أرجو أن تكونوا استمتعتم به واستفدتم ونلتم الاستفادة جيدة.